بسم الله بدأنا رفض الشجرة الواحد أمين شكرا كان على حروف من هو عيش حرم عيش حرم ملوش علاقة بالحساب أصلا معنا لأن دارات السنة دي الأسفية المصرية المصرية والراجل اللي عمل السنة المصرية دي اسمه توت متحول شهر اسمه ايه توت النهاردة ايه واحد توت دي سنة قديمة دي السنة الجديدة وقبل المسيحية معرفش كم سنة 4000 وحاجة 4000 وحاجة عملت في نيبال تاريخ وارتبطت بفيضان النيل لأن النيل بالنسبة لمصر كان حاجة مهمة جدا ولما دخل الرومان اليونان الرومان المسلمين اي حد يخش يعني السنه ما اتغيرت وتم احتفال بالسنه المصريه باستمرار يعني عايز اقول ايه لو انت جدك او جدك مثلا او ابو جدك كان عنده بيت وعنده عقد بتاع مسجل في الحكومة يعني هتلاقي مكتوب في التاريخ في الحكومة لأن التاريخ الهجري ما ينفعش التاريخ الهجري أنت عارف السنة سنة قمرية والسنة كل سنة ما ينفعش طب تقولي لي أنت تغير التاريخ في ميزة ودي طبعا من مسائل اللي أصاب الغرب في الكنيسة الحقيقية دي خلي بالك ان الغرب اصاب الكنيسه بمتاعب كثيره منها مثلا الطوائف ومنها برضه البث بثي او زي ما بيقولوا الشرق شرقي والغرب غربي والطباعه والعادات والشعر طبعا اسماعيل باشا وانتوا عارفين قصه اسماعيل باشا كان بيحب المكرونه انت ما درستش في الشرق ده ابن سعيد كان يحب المكرونه وكان الفرنساويين بيجيبوا له يعني المهم دخلوا في بعض قوي يعني بس حددوا لبعض خالص وبعدين قالوا له نغيروا الشريف ده التعبان بتاعته ده اللي اسمه الشريف الحبسي ونقلبوه لشريف ايه ميلاد طبعا نفسي عارفين في التاريخ ان اسماعيل باشا ده عمره قريب يعني ابن ابراهيم بس ابن محمد علي يعني عصر من التاريخ ده اتغير التاريخ الحبسي والتاريخ الايه؟ او التاريخ المصري للملاك لكن لو ما كانش في تعصب او الناس اللي ما كانتش هتعرف ان ده تراث قوم بلد بتهجد نفسيه كالعاده يعني لعدم ادراكهم ولعدم وعيهم ايه علاقة التاريخ ده هي المسيح أبو مكة ملوش علاقة ملوش علاقة أصلا بالاستشهاد بتاعه ده الاستشهاد ده اللي عبارة عملوه الإنسان الواحد منهم قال إن يعني بما إن عصر البواغيث ده كان في شهداء كتير في دخل زيادة سنة 284 ميلادية نعتبر السنة ديت نخلوها مثلا بدل سنة الشهداء المناسبة نخلوها واحد من الشهداء واحد مصري لكن الاستشهاد ما كانش في سنة 284 ميلادية استشهاد من أول العيد مسيحية للنهار الواضح أن السنة المصرية أو السنة الأصلية متقسمة ثلاث أقسام أنا قلت لك إنها مرتبطة بالنيل لو تسألي باباكي مثلا يقول لك كان في عيد قريب خالص كان بتسمى الدولة أجاجة اسمه عيد وفاء النيل كان يبقى يوم أجاجة اسمه وفاء النيل وتاريخيا وفاء النيل ده كان يحتفل بيه الوالي المسلم ويسهروا لاسم
النيل ويركبوا القوارب ويعملوا جينات ويغنوا طول الليل، لان النيل ايه؟ لان النيل كده. فكان في علاقه بين النيل وبين الايه؟ الكنيسه في الواقع دي بقى حته من الحياه. الكنيسه في الواقع دخلت في صميم الحياه. فقالت الاقسام بتاع السنه، لاحظوا ان انت درست في الجغرافيا ان اقسام السنه كانت صيف الشتاء والربيع والعيد والخريف. ولغايه دلوقتي يا اولاد بيني وبينكم ما انتش عارفين تظبطهم الفرق بين انا احنا دلوقتي احنا فين؟ في الخريف ولا في الدنيا حر ولا الاعداد؟ اقسام السنه ثلاث اقسام. اللي بياخد باله في الكنيسه يجد ان بيتغير الصلاه. 12 بابا تعيد الغطاء بالظبط، نيجي نحلف بدل ما نصلي من اجل ايه؟ اهواك السماء، من اجل زرع الارض، من اجل اهواك ايه؟ السماء. و12 بعون اللي هو ايه؟ اللي هو اللي كان يعني في 19 يونيو ده انت الحق. بيبتدي فصل جديد بقى اللي هو فصل الايه؟ الحر الصيف. وبعدين السنة الجاية بقى ده يبتدي فصل البرد، نبتدي نصلي من اجل ايه؟ الزرع والارض. وده وضع خالص ان الفلاحين يبتدي يزرع في الشهر الجاي اغلب المزرعات بتتزرع في الشهر ده الجاي. حتى تلاقي القرايات تحت الاساس خرج الزرع يعني ايه؟ يزرع بس ده. يعني هي متقسمه السنه كده، لما تحس بيها فعلا تجد ان السنه بتتقسم ثلاث احسن، احسن في اربعه عدد مصر كويس. على كل مش ده المهم. هم الاعباط ربطوا السنه بالحاجات دي. كان وقت النيل بيصلوا من اجل النيل، لان زي ما كنا بنتكلم بالليل احنا بنعتبر الكنيسه مسؤوله عن الزرع والعصب والميه والهواء وكل الحاجات. مين بيقرا الجرايد وبيقرا الاخبار الرهيبه بتاعة الفيضانات تحت الهند بالالاف؟ مثلا انت عارف يقول لك كان 1000 قريه غير كان 1000 قريه، وكان مدينه كانت كبيره مثلا زي القاهره غير، وكان مليون مقابر، وكان مليون مستحيات، او حاجات زي كده. ربنا بيربط الهواء في السماء والحاجات دي كلها، وهو بيحركها زي ما قلت. عشان كده الكنيسه بتصلي من اجل ربنا. في بعضكم بيسال السؤال ده مثلا ساعات، يقول ايه؟ طب ايه اللي جرى بين السنه القبطيه والسنه الميلاديه؟ الاثنين زي بعض. السنه القبطيه والسنه الميلاديه 365 يوم وربع. يعني انت في السنه الميلاديه كل اربع سنين تبقى سنه كبيسه، السنه القبطيه كل اربع سنين بتبقى سنه ايه؟ كبيسه. احنا عندنا 12 شهر، كل شهر 30، وشهر بس الشهر الصغير شهر النصف بيبقى 5 ايام. كل سنه ربع بيبقى كام؟ 6 ايام. فتبقى هي يعني بدل ما السنه نحسب 865 وبعدين يوصل بعد 4 سنين تبقى 366، فاحنا عندنا بتيجي الشهر الصغير بيجي كل 4 سنين كام؟ 6. بس انت فاكر في المدرسه ان السنه اللي تقبل على 4 تبقى سنه ايه؟ كبيره. احنا السنه القصيره اللي بيتجمع عليها زائد 1 زائد 1 وتقبل على 4 تبقى هي دي الكبيسه، فاهم؟ يعني مش الكبيسه اللي تقبل على 4، لا اللي هي زائد 1 تقبل على ايه؟ على 4. ودي السنه اللي بيحصل فيها ان الناروس بيجي 12 سبتمبر. في سنه كده تلاقي الناروس جه ايه؟ 12 سبتمبر. وتبص تلاقي كمان حصل تغيير في الاعياد. يعني عيد الميلاد جه ايه؟ ابتدت تحصل الصيام اكثر يوم وهكذا. كل الاعياد عيد الصليب اكثر يوم واحد.
لغير بقى ما هنيجي شهر فبراير السنة اللي وراها بقى هيكون فبراير بقى كام يوم؟ 29 يوم هيركبوا على بعض. عشان كده اللخبطة في الأعياد هتتغير بين 11 سبتمبر ل 28 يوم فبراير. أنا بعد 28 فبراير ما جاتش عيادة. الاعتراض اللي بيعترضوه بيقولوا طيب ليه عيد الميلاد اتنقل ل 25 يوم؟ يعني 25 الترتب 25 كام؟ لسنة. اللحظات صدقوني كده بدون تحقق خاص كان او المصريين كانوا احسن ناس في الخلق. يعني كون البابا غرغوري في القرن ال 13 اكتشف ان في دقائق ال 11 دي او 42 فجمعهم وطرحهم القديم وهكذا فطلع اثناء عيد الميلاد. احنا عيد الميلاد طول عمرنا 29 كده فبدل ما كان 25 ديسمبر يوافق 29 ايه؟ كاف فهو قدم السنه 13 يوم ف 25 ديسمبر اتنقل بعد عن ايه؟ بأكثر عن ايه؟ لكن هم طول عمرهم في الغرب 25 ديسمبر واحنا طول عمرنا 29 ايه؟ كاف بس الاثنين كانوا بيجوا مع ايه؟ مع بعض. لما كان 13 يوم نقصهم راح وليه يصدق غير اللي حصل؟ طب هو طلع ل 11 سنة هيجيلي طب ليه احنا ما نطلعش ال 11 دي؟ وخصوصا كل دي سنة هيبقوا يعملوها النوم. اللي حصل لو كان شوفوا بقى الصراحة يعني لو كان في فعلا الخطأ ده 11 دي السنة القصية السنة القصية عمرها كام سنة؟ 4000 سنة. فإذا كان السنة القصرية عمرها 4000 سنة وفي خطأ 11 دقيقة كل سنة كان زمان الصوت بقى كده وكده تنظيف بقى الحكاية. لكن لغاية النهاردة لسه مواسم الزراعة كما هي شغالة. تقول لي طب إيه الحكاية دي بقى؟ الحكاية دي أصلا الغرب لما درسوا السنة من الناحية الفلكية درسوها تبع السنة عارفين ان الشمس ان الارض بتلف حوالين الشمس مره في الايه؟ السنه مظبوط؟ فبنوا السنه بتاعتهم على الدوره ديت بتاعت الايه؟ الشمس. لقد كانوا مسكين قالوا لا قالوا الشمس مش مظبوط من زمان من 4000 سنه قبل البابا الغربي ان هو غير البيت بتاعتي قالوا الشمس مش مظبوط احنا عارفين. قال امال هتحسبوا ان السنه بتاعتكم ازاي؟ قالوا لا احنا ما نحسبهاش السنه. يعني السنه مش مفروض. لكن في نجم 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 يعني بيظهر كده يظهر في وقت معين في السنه. النجم ده اسمه الشعره اليمانيه. الشعره اليمانيه. النجم ده بيظهر مره في السنه. فهم ناس بتدرس الفلك فالأحبار بنوا السنة بتاعتهم على أساس الإيه؟ النجم ده، مش على أساس السنة. والنجم ما بيغلطش. فكرة ارتباط خالص بين التكوينين. ده تكوين مبني على أساس ثاني، وده تكوين مبني على أساس شمسي. في خطأ في الشمس ده موضوع ثاني. لكن لو كان في خطأ في تكوين النجم بتاعنا ده، كان المفروض تراكمة الحاجات ديت اللي كان زمانها دلوقتي احنا دلوقتي في شهر مثلا من شهر لكن لسه الفرنسيين بيسرعوا برضه كتابة ولسه بقونا هو بقونا الحر بتاعنا ولسه أمسير هو أمسير وأول ما يجي أمسير وتروح الناس كده تلاقي قاعدين في الشتا يقول لك بص أمسير حتى الناس لسه مش فاكرة. فدي السنة دي احنا بقى بعد كده حولناها السنة للسنة. الدليل ان في الكنيسة عندنا نفس هي اصل هي سنة قصية القراية بتاعت الكنيسة النهاردة وامبارح ما بتجيبش بس الشهداء خالص قراية الكنيسة بتجيبش بس الشهداء اللي قاعد بالك يلاقي ان
ورايات الكنيسة في الأسبوع اللي فات كانت كلها عن نهاية العالم. متى 24، مرقس 13، لوقا 21، كلها نهاية الايه؟ العالم. الكلمات الثانية الضلال وحياة نهاية العالم، هي أكثر الحاجات دي. وعاوز يقول إن نهاية السنة تعادل نهاية العالم. وبعدين النهاردة كل حاجة اتقرت في الكنيسة في النارود بتتكلم على الحياة الجديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأجزاء العقيقة فضلا، حاجة جديدة ربنا يعمل فيها. بارك اثنين السنة بصلاح بقاعة تمتلئ من الجسد، الرب معينا فلتتهلل الأرض. مزمور 65 الكاثوليكون بيتكلم عن المحبة، اللي يحب يبتدي سنة جديدة يبتديها بالمحبة، اللي يبتدي سنة جديدة يبتديها بالمحبة لأن الله محبة. والبولس يقول إن كان في كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس يقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. والإنجيل بيتكلم على إن المسيح قال في لوقا 4 فتح السر فكان يقرأ فقال إن روح الرب علي على السلم ليبشر المساكين أنازل المحصورين بليه بالإطلاق للعمي بالبصر وأرسل المقيدين في الحرية وأنادي بسنة وأكرز بسنة الرب المقبول. إيه سنة الرب المقبول؟ سنة مجيء المسيح دي السنة المقبولة، أو السنة دي هي السنة المقبولة. يعني إيه السنة المقبولة؟ دلوقتي ربنا إداني النهاردة بالذات قال لي خد يا فلان ادي سنه جديده، لان كنت انا ممكن احدث السنه اللي فاتت السنه هدي لك سنه جديده. طب قلت له يا رب انا يضمرني بعد السنه الجديده دي تطلع كويسه، يعني ممكن تطلع زي اللي فاتت. قال لا دي سنه مقبوله انا هباركها. فعشان كده المزمور بيقول بارك في السنه دي بالصلاه. فالسنه دي هديه النهارده هنوزع عليك هدايا على فكره، هندي كل واحد سنه جديده وعليها بركة ربنا. سنة وعليها ايه؟ بركة ربنا. اقرا بقى مزمور 65 في البيت وابتدي كده على المكتب بتاعك واصل السنة دي دايما مرتبطة بالسنة الدراسية السنة الدراسية. زمان كان ابتدائي 6/9 سبتمبر 11 سبتمبر 13 سبتمبر حاجة زي كده. كنا نلاقي المدارس كلها بتخش في النهارده. الابتدائي فكر كان فكر لا السنة دي متأخرين معرفش، لكن عمره ما تأخر في السنة دي. لكن يعني هي بتبقى سنة مبروكة كويسة. وبعدين احنا بناخد البركة من ربنا، وزي ما قلت بالليل ان البركة دي بنسميها احنا البركة. يعني تيجي كده تقول انا عايزة بركة يا ابني. إني بركة. بركة يعني حاجة جاية من عند مين؟ من عند ربنا. يعني مثلا تلميذ الدور الجديد وتقول آخذ بركة. يعني تروح على صوت العذرة كده وتقول فيها بس بركة. ثم واحدة تانية كده تقول إيه العبارة اللي بتعمليها؟ بس برضه تعمل لك على الصورة كده. الصورة دي يعني تنزل البركة. وبعدين تتابع الصورة. ما فعلا حكاية اجتماعية. وبعدين الكفر عمال يغط يقول لك ايه؟ كانت المناديل والعصايب والخرق اللي فيها نسجة ومتانة على جروح بولس كانت تكشف الأمراض وتخرج الأرواح من السرير. الخرق الأرض خرق. حاجة عجيبة. الخرق طب أنا ما نسيتش الخرق أنا. الصورة مكرسة الميرون. يعني مكرم جه وراكن الصورة دي في الكنيسة للميرون. وانا لما باخد البركه منه في مكنونه زيت الميرون وباخد بركتها لان هي انجيل مجسم ولان هي حاله من المنطق في حاجه ميرون في الكنيسه. كل حاجه حاجه كل حاجه حاجه. تبدأي لو انت بصت البلاطه في الكنيسه بشكل بركه بس ليه؟
ولما اتخذ في حط ايدك على باب الكنيسه كان اتخذ بره وكان لما كان نفسه يسرق ليه كان اتخذ بره وتيجي اخر الكنيسه تقول يا ابونا ادينا لحم بره لا يا حبيبي لا من بره وتروح لاصحاب الكلام خدوا لحم البركه دي قسموها بينكم وبين بعض وتاكل الميه من الان بركه في كرشيات البيت والبيت الثاني حاجات كتيرة خالص موضوع البركة ده موضوع كبير و يعني هيسعفنا في الوقت احنا عندنا بركة على فكرة لمصر مخصوصة دي تسوى مبارك شعب مصر دي بركة دي بركة خلقت من بحر ربنا في بركة مخصوصة في مصر مبارك شعب مصر مبارك شعب دي شعب يعني ما يجيبه ما بسوء يعني شعب يعني فيه من الشيء مش مبارك شعب مصر مبارك شعب بالبتاع يعني ففي بركة في بركة في الشوارع اللي بتمشي فيها عارف انا كده لما تروح عند سان مارك كده لفي الحته دي وخلي بالك انت ماشي لانك بتاخد بركه لما تمشي في الشارع على فكره الحته دي سحب فيها مرمار في قدام الساعة وفي شارع نادي دانيال هو في نادي عندهم في دانيال كتير صدقني في نادي دانيال ده أسوأ بابا شرطير كان عاوز يجيب الثلاث فتية ودانيال النادي من بلاد من بلاد الفرس فكانت جات له واحدة ستة ومعرفش مين في حد يفتكر كان زمان في اسكندرية هنا كان في كوم تراب اسمه كوم البشر لغايه دلوقتي حتى في اسمها كوم البشر في عند الحافظ مصر بس اللي شاف كوم البشر ده كان جد تراب فانا كان شفت البلد يعني احنا شفناه فكان كوم البشر ده على اول شارع نادي دانيال فلما البابا شافيه ايه حلم ولا لا رؤيه لا ثلاثه سيفه يعني سهل في الحكس يعني قبل يومين كان في ترسيلك اللي هو البطرس وأوديسيوس الملك والثالث من المهم ان هو لقى يعني الرؤية اللي اسمها ملك هتلاقي كان في البيت الحته دي ما شفتش من الاشكال وفعلا بنى الكنيسه وكان عاوز يجيب الاجساد فبعت بعض القديسين عشان يجيبوا الاجساد من هناك فظهروا لهم الثلاث فتيه وقالوا لهم لا احنا مش هنيجي لان اذا بس ما تخليش البابا خطيب كده خليه يولع ويوضب الاناجيل زي الاناجيل دي بس ما يولع حاجه اول ما توصل هناك يصلي في الكنيسه هيلاقي الاناجيل ولعت لوحدين فولعت الاناجيل واتبنت الكنيسه اللي اسمها نادي دانيال لغايه النهارده الشارع في شارع نادي دانيال والجامع في جامع نادي دانيال واللي كان يشوف الجامع ده الوقت قريب كان يشوف الصبان عليه وقت خالص ده الشارع بتاع نادي دانيال وده المكان اللي اتشكل فيه مريم مرقص اللي هو مطرح الكنيسه الايه؟ المطرحيه تقولي لي انت فاكر في سان ماركو من شويه سان ماركو كانت دي كانت منطقه رعاة جنب بقر فطلعوا جرجروه جوه بره الايه؟ بره المدينه يعني المدينه كان لها ابواب فسان ماركو دي كانت بره الايه؟ البلد اهو باب شرق لسه موجود اهو باب شرق يعني الباب الشرق بتاع الايه؟ مدينة في باب تاني من هناك اسمه باب سدرة كان اللي يعرف اسكندرية الباب مش عارف ايه والحاجات دي فدي بواب كانت اتقفل اسكندرية بالليل ومحدش يطلع بره الايه؟ الابواب فهم طلعوا بره الباب ولا في الصوت الايه؟ وقالوا جروا التنين في دار الايه؟ البقر قعدوا جرجروه حتى وبعد كده هو طبعا في الحته اللي حوالين المرسيه استشهد من مريم ففي بركة حتى في الشوارع اللي انت هتمشي عليها لأنها مروية بدم الإيه؟ بدم الإيه؟ في بركة في الكنيسة في بركة في الكنيسة في كنت بقى
انت من مين؟ ملك الارض. انت الحياه لله وروح الله ايه ساكن فيكم. انت البركه اللي حذرت بيه الناس اللي انت بتستخدم. وزمان كان في مثل كده يقول لك ايه، انت لو لا واحد بقى حلو ولطيف كده ومؤدب يقول لك انت كنت قابلت نصراني النهارده؟ قال انا لاحظ ان قال النصراني يبقى كويس يتحول الى مستشفى السنة ونصف. وكانت الكنيسة هي مصدر البركة فعلا. وكان يروح ياخد بركة من مرة واحد بس ما حد قال له انت صليب الحياة. انا ما عرفت ليه يقول صليب الحياة. وين جاتني مرة واحدة بربرية كده بتاع عليها روح ماشي. قلت لها قالت لي انا بنعمل لها صليب الحياة. قلت لها الحل ده ايه؟ بتعمل البابور تعمله هدايا هتهدد الحل من تحت فتجيب الكلام وترسم ايه؟ صلبان عليها فيطلع الصفحة. هل هو ترسم الصليب زي حاجة؟ الصليب بيعمل بركة طبعا. لما تيجي تكليف تكون الصليب بس الامتحان بتكون الصليب. لما تكون خايفة تكون الصليب. الأنبا مكاريوس بتاع السيوف اللي عمل بطرة بعد كده كان عنده عمال، قالوا له عمال بياكل كتير، قال لهم معلش، قال لهم معلش، حط كل قدام كل واحد ايه؟ رغيف. حط كل واحد قدام كل واحد رغيف. وبعدين بعد ما حط العيش رسم الصليب قال بارك يسوع بارك يسوع بارك يسوع. العمال ياكل كتير، عاوز له ثلاث اربع رغيف يعني. وطبيخ بتاع ما كملوش الايه؟ الرغيف. ومرة واحد كان يقع من فوق سؤال من فوق كان بيبني كنيسة مصر فقال بركة أم النور. فالراجل نزل لا شفت العذراء ايه؟ كان على في بركة في كل حاجة تمس بالايه؟ تمس بالنحل. يعني كل حاجة تيجي ناحية المسيح تاخد منها بركة. فالقديسين عزم على المسيح ناخد منهم البركة. هي دي البركه اللي عاشت في الناس بتعمل عنها. بعدين البركه تتحول في حياتنا لتسبيح. يعني نسيب نبارك ربنا. نسبحه من ايه؟ مباركه. تقول طب انا ابارك ربنا؟ اقول لك انا ابارك ربنا باللسان اللي هو الدهني. اقول له انت اديت لسان حلو. به مبارك ايه؟ مبارك الله. انت اديتني موهبه كويسه. انا عندي نحله شعريه لطيفه اعمل ترتيب حلو زي كده بدل ما اقعد اغني. انت اديتني موهبه رسم ممكن ارسم رسم جميل. انت اديتني موهبه قرايه ممكن الكتاب اللي قبل ده اقرا. انت اديتني موهبه خدمه انا ممكن اخدمك. فانا ببارك ربنا بالبركه اللي هو ايه؟ الدهان. فبقول له ايه؟ ببارك. بسبحك ايه؟ مبارك. والبركة تتحول لتسبيح وتتحول لصدق. وفي الأصل بتاعها العبر القديم أن البركة تحمل معنى الشكر. يعني البركة يعني الشكر. والكنيسة بتقدم جديد الشكر نفسه. البركة الربانية. احنا المهم السنة جديدة ودايما احنا كده حاسين بقاعك تمتلئ من الجسد من الجسد. انا بقاع بتاعت ربنا وهو احنا يعني بقاع بتاعت والدسم هو دسم الروح القدس اللي فيه. فهيحصل بركه. يحصل بركه ازاي؟ يعني مثلا تكون انت ابتديت تركز في الكتاب المقدس كسلت شويه جبت كراسه ابتديت تشتغلي وبعدين نمت شويه ربنا يبارك في الشويه اللي عندك وتبتدي تدرس الكتاب المقدس اكثر من شويه. وربنا يبارك في الصلاة بتاعتك. وربنا يبارك في المحبة بتاعتك للناس. وربنا يبارك في القضايا الحلوة اللي انت فيها اللي باعت في الأمان والصبر.
فبص حياتك كلها بقى فين؟ بقى البركة. كل ما تحط ايدك في حاجة يحصل فيها بركة. في الكتاب المقدس بركة، في الصلاة بركة، في الخدمة بركة، في الوداع بركة، فتبقى بركات روحية كثيرة جدا. وبركة يا أولاد الكنيسة تتحول إلى 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 مصدر بركة وغنى. وده أنت إيه؟ مبروكة وجميلة بنعم الله. بعد كده طبعا تتحول الناروس لتذكرى الشهداء، لان الكنيسه بتكرم الشهداء وبتحطهم في خدمه الايه؟ القديس. ليه بقى؟ حاول يعني انت بتحب ربنا. الشهيد مطلوب بيحب ربنا لغايه الزمن. وهم زمان كانوا بيدوروا على الاستشهاد لما بيجروا عليه. مش بيخافوا منه. فكان مفروض الشهيد ده يكون مر بمراحل. كان رجال جسمك. الاول قال له تعالى وانا بدخلك السرايا بتاعتي ومثلا هعملك انت ولي العهد بتاعي واديك فلوس كتير. قال له لا. قال له طيب تعالى وانا هعمل لك كذا كذا كذا. قال له برضه لا. قال له طب هعذبك. قال له مش هيهمني. قال له طيب انت مستعد صغير هتجيب لك بنت تقع في الخطيه. هتستخدم كل وسائل الاغراء الواحده تقع في الخطيه. رجل راجل صوم وصلى. فده استشهد قبل ما يجيب يعني بيحب المسيح وبيضحي كل حاجه لدرجه لما جه في الاخر قالوا له خلاص تقدر بقى تضحي في الاخر. قال لهم دي كل حاجه يعني تستاهل اجر. والليلة يا ولاد احنا بنعلم الليلة في عيد الشهاد يوحنا المعمدان. زي ما انتم شايفين الصورة بتاعتها هو حاطط راسه على ايه؟ على ايه؟ قبل ما يجي يستشهد. يعني معناه انه يستشهد قبل ما يستشهد. عرفتوا بقى المسيح يعني ايه؟ المسيح راجل يستشهد قبل ما يجي يستشهد. اتاري يوحنا المعمدان قطع راسه وحطها على ايده لما جالي الشيخ قال له تعالى اقطع لك راسي. قال له ما انا قطعتها من زمان. قال له ما جيل لي لسه فاضل. قال له لا ده فاضل الشكل بس سيبه بالسيف. فشال بالسيف لكن هو كان مات قبل ما ايه؟ ما يموت. وكده احنا في المسيح بنتكلم ايه؟ مع المسيح خلاص يعني انا مت. انا مت مصدقا لما يجي الناس. فالشهداء مروا في الفتره اللي هم ماتوا فيها. فاحنا ناخد بركه برضه يوحنا المعمدان اللي هو احنا هنحتفل بكره بعيد ايه؟ الاستشهاد. واحنا عندنا ثلاثة لما بنصلي في الكنيسة بنقول بشفاعة، شفاعة والدة الإله، بشفاعة رئيس الملائكة أو الملائكة، بشفاعة يوحنا الإيه؟ المعمدان. بقية الإنجيلين من أول الرسل بنقول بصلواتهم. الشفاعة أقوى من الصلاة، شفاعة في ذلك. فيوحنا المعمدان اسم ملاك الرب اللي يهيئ فريقه إيه؟ فالشفاعة تكون معانا في الكنيسة كلها بس. ويعتبر يوحنا المعمدان شهيد يسوع المسيح ان هو الجاي هي الطريق قدامه سبب المسيح شهادته الحق كشف الصلاة. والكنيسة بتعمل له جناحة في الصورة عشان هو مكتوب كده ملاكي في ملاك النبي قرص الملاكي وهيئ خليفه في قدامه وفي اشعياء. بس هو ده اللي ايه اتحول العيد لعيد ايه؟ للشهاده. لان في اليوم ده البابا بطرس كاتب الشهاده مات. هو انتوا عارفين قصته بقى طبعا كلكم قراتوها والقراءات شفتها. مات هو والايه؟ وعدد كبير من شعب اسكندريه توفوا. في تاريخ الكنيسه كان في حاجه اسمها تكريم الشهر. وتقريبا في القرن اواخر القرن الثاني عملوا اول تكريم لشهيد اللي هو في القرن عملوا له ايه تكريم. فكانوا بيعملوا ايه؟ بص لو كنت بالك بالظبط صدقوني زي ما عملنا الليله كان يسهروا في
الرصاص بتاع الشهيد ويعملوا له تشريح وتمجيد وتسقط ويرسل. ده كان الاحتفال بأعياد الشهر. الاحتفال ده عاد الشهر كان هو يكون بالطريقة. وبعدين طلعت حاجة تانية مهمة جدا الشريف. بقوا يشرقوا أجساد الشهداء ويضموا عليهم نبي زي الست دميانة. الست دميانة كان مذبح مبني على ايه؟ على القبر بتاع مين؟ الست دميانة. بيقول لك كده بما ان المذبح بيتبع عليه المسيح فيبقى ولاد المسيح المذبوحين يتحطوا تحت الايه؟ المذبح. واللي قرا سفر الرؤيا يعرف ان الشهداء مكانهم فوق من حته مخصوصه في السماء سبيشال كده حاجه يعني حتى بالارض تحت المذبح نشرح احمال الجيش دول بقى تحت المذبح. وفي معنى جميل ان الشهيد هو عباره عن حياه انسان تمثل المذبح في الصف. يعني الشهيد هي حياه المسيح اللي انتهت حياه الشهيد لكي تكثر حياه المسيح المحبوب اللي هو المذبح. فالمذبح هو حياه الشهيد. فمكانهم في بعض الكنائس بتحطهم تحت المذبح، في بعض الكنائس بتعمل لهم محصوره عشان الناس تتبرك منهم. مثلا في السماء حاجه زي تحتهم السماء. بيسألوا بقى عن الشهداء المعاصرين دلوقتي. انت تعرف قصه ستيفن بكاري طبعا، ده كان في 1800. ومن الحاجات اللطيفه عليه ان كانت العذراء تجيبه تحت المكتبات وهو كان شايفها ويقول ايه؟ ويقول يا ناس هات الكرسي للست او يقول لها يا حنونه. يوم السريع يقول له ده بينادي مراته، هو ما كانش متجوز ما كانش الناس متجوزه. يقول لها يا حنونه. معروف ان العذراء كانت بتقابل كتير من الشهداء. لكن اللي متاكد 100% ان الملاك المكانيين كان وظيفته يراقب الشهداء في لحظات الايه؟ الاستشهاد. وفي الفسيولوجيه بتاعته. وجاي للست دميانه وجاي لمارجريت المزاحم. ده ست مكاني بقاله دلوقتي حوالي مية حاجة وأربعين سنة، مية حاجة وأربعين سنة يعني كان في الإيه؟ 1800 وحاجة. سنة 1840 1843 أظن سنة 1901 كان حد منك اتولد؟ حد اتولد؟ سنة 1951 الثورة كانت سنة كام؟ يوليو 52 سنة؟ يبقى 1951 ده المفروض يطلع كتاب عن الموضوع ده. ده بقى احنا معاصرين يعني انا مثلا وقتها كنت طالب في الجامعة. لا كنت اشتركت. فراحوا كده أظن نحو 33 من الكنيسة كانوا مصلين متحنين في السويس في أوائل ديسمبر سنة 1901. نقوم من الكنيسة يظهر العالم العالم دي كانوا جزارين أو حاجة، فجابوا الخطاطيس اللي بيعلقوا فيها دي اللحمة وعلقوها إيه؟ هنا يعني في الحمام. وجرجرون في شوارع السويس الرئيس لما اسلم اسلم الروح اسلم. طبعا ما كانش كويس اللي حصل للسويس بعد كده، ولا لو انت جاوبت نفس السويس كان يتعلم. لكن اللي حصل ان 25 اظن من ديسمبر عيد الشرطه كان عيد الشرطه كان عيد الشرطة 25 ديسمبر. عيد الشرطة ده قصته ان ايه؟ كان الناس ايه؟ الفدرانيين على كده بيتسبوا عند الشرطة ويضربوا بيهم. فقال لهم
سلم قال الوزير الامن سلم السلاح بتاعه فرقت فكتب نتيجه من الجيش فرق الجيش والفرصه انت عارفه بالعساكر الجيش اللي معاهم بنادق صغيره كده فكانت النتيجة ان الجيش هدم كل معسكر البوليس ومات كل معسكر الضباط اللي عندهم. بس كان تعتبرهم ايه؟ لسنة. لسه احنا في سنة 1900 كان بعد سنة. في سنة 1952 في 20 يناير اتحرقت القاهرة. اسمعوا عن حريق القاهرة. كان في يناير 20 يناير 1900 كان سنة. يعني الأحداث دي كانت أسرع ما يمكن صار الأولاد حتى سنة بالنسبة يعني اتنين يحصل لهم كده. مفيش في نفس الساعة تنضرب في مفيش شعر اللي وراه اتحرق الكهرباء. احنا ما نطلبش من ربنا كده أبدا. احنا عندنا نسيت أكلمكم في كلمة البركة كلمة باركوا إيه؟ لعينيك. من ضمن البركات ان انت تدي بركه للعين اللي لعنه تقول لي صعب على الصعب اقول لك المسيح وصلت لمين بكده باركه مين لعنه دول اول ناس سمعنا عنهم يعني في العصر اللي في العصر الثاني بعد كده في شاب تاني برضو اظن كان في نهاية الحج في بلد اسمها منساك بلعنة مكة الكويتية في يوم 30 يوليو سنة 1900 كان ثمانية شهر يعني شهر يوليو اللي فات فكانت النتيجة ان ايه في يعني قرية فابونا بيروح يصلي الناس فبعت لهم جواب موجود صورته ها لا شفت الجواب بيقولوا لهم يعني ان صليتوا تاني في الكنيسة دي هنقتل كذا واحد من ضمنهم ايه واحد اسمه بكرة ده اللي هو كان طالب في الهيئة فاللي حصل ان في الليله ديت كان في حد عيان ففي واحد عنده مستشفى فاخد ايه راح وسنا يجيبه ايه يجيبه حاجه يعني عشان يلحق الشخص العيان يعني واحد معاه بطريق تجارة اشتغل هناك في حشرات وحاجة وراح جاب ايه الزميل ده وجم بالليل خوقفوهم في السكة ونزلوهم من على السكة ويظهر بالطريقة الوحشة اللي هي يستخدموها اللي موتوا بيها الراجل الشيخ الداعي ده ضربوهم كل واحد سهمين صفر صفر حد عشرة صفر ده في 30 جنيه البنت اللي بتسأل ده عن قصة أبونا جبريال أبونا جبريال ده راجل لطيف طيب صافي محب للمسلمين أكثر من المسيحيين لأن البلد عايشة في سلام واستمرار وعمره ما يعمل حاجة ليه وحشة أبدا لدرجة إن يقولوا عليه إن هو سالم زيادة عن المسلمين مسالم ليه فيظهر إن كان فيه ولد وحش مسيحي وساعات الوحش ده بيجيب الأذية الوحش يجيب الأذية والمسيح يجيب الأذية للشديد فالولد ده متجوز أو متجوز لحظة ايه تاني فما قدموش فكة إنه يطلع الأولانية قبل ما يروح يعمل ايه يعمل نفسه هي كده الشريعة بتاعت البلد فالمهم إن زملائه أو صحابه ايه المسيحيين قالوا له لا عيب يا فلان بتاع وارجع انا شوف لك حل في البطخانه ولا بتاع بلاش كده فهو رجع وسحب الطلب اللي كان قدامه انا سحب الطلب اللي كان قدامه هو كان بيزور البلد في اليوم ده و
مبروك، وبعدين هو مد يعمل في حاجة يعني دخل في هدوء كده وعنده واحد، فافتكر ان هو الواحد ده يعني هيسيح لي الموت، فهرب البلد كده فجاء البوليس واخدهم وداهم المركز اللي هو كان فراح هناك. فالرجل المسيح اتضح ان هذا ده كان الوظيفة عنده في اخر السبيل، والولد الثاني الوحش ده اخذوه واحتفظ بيه هناك في المركز بتاعه. بعد كده ال جعلوا بقى شوية السجان الصغيرين دول اللي بيقفين تعصب، لأن التعصب والله وحش. إذا وجد في المسيح أو غير المسيح، لأن إحنا مدعوين دايما للمحبة. إنما التعصب ده بيبقى عبارة عن جيش في القلب وبدا نفع عصبية وحشة كده، ما بيبقى حاجة تشارك وحشة في القلب. فالبيع إزاي الولد اللي رجع للمسيح مرة؟ أو ممكن يكون الشيطان المسائي، ممكن يكون الشيطان المسائي. فآمن مع بعض وهجموا على بيت أبونا ده، والراجل قعد في وداعة وقعد يقول حرام عليكم ما عملتش حاجة بتاع. فكان معاهم يسهر في وقت كتير كتير، فضربوه جامد وولادي مراتي راح تكتب في البيت كبيرة، فنقلوهم على المستشفى. هو اتنيح يوم الاثنين الصبح اللي فات، ثاني مرة الصبح ساعتين ونص صباحا، ان هو انضرب يوم الحد، اتنيح يوم الاثنين الموافق 29 مصر بعيد قليل الاثنين. والست كمان اللي كانت موجودة في البيت ماتت، ولد عندها 12 سنة، وهم دلوقتي في الثانوي وبيصلوا معانا. واحنا بنطلب من ربنا دايما، انا عايز اقول شويه نقط بسيطه كده صغيره، ان احنا يهمنا جدا ان احنا ندرس. اذا كنت بتقرا الكتاب بتاع سيدنا الاب الحمد على الاتجاهات النفسيه، يهمنا جدا ان نشوف موقف الكنيسه في الظروف دي. مثلا صحيح كانت بتهتم بعائلة الشهداء ماديا، لكن كمان ما كانتش بتدعى من الناس اللي بيعملوا من الشهداء، كانت بتصلحهم. وده السبب ان كان لما كان واحد يستشهد يمكن كان كذا واحد يآمن، لكن قوم شر الشر هتكون نتيجتها ايه؟ وحشه. هذا لا يمنع طبعا ان الكنيسه لازم تاخد موقف حازم من المسؤولين، مش من الناس اللي هم عامل كده، من المسؤولين على اساس ان هم بيعملوا في الواجب بتاعهم او بيقدم اللي هو مثلا الامن والحاجات دي. المفروض الكنيسه طبعا يعني الحق الشخصي غير الحق العام، الكنيسه الصالح، لكن احنا كافراد نحمل في قلبنا كل المحبة وكل الشكر لربنا. ولو تطلعها ورقة وقلم كده وتعمل الحس ده تجد ان احنا ما خسرناش، ولغتنا ان حس ابونا ما خسرناش. الولد اللي كان هيشتم رجع بقى ايه؟ مسيح يبقى كتب مين؟ وابونا دخل السنة وقعد تحت المذبح تحت السنة. يبقى اذا ايه؟ خسرنا حاجة؟ ما خسرناش. يمكن لو كان ابونا كان حتى عايش في الولد كنا خسرنا، فمن ناحيه روحيه احنا ما خسرناش. لكن هو حسن الكلام ده بقصه لطيفه يمكن قلتها قبل كده، ان السنه 68 1968 كان الجماعه الروس بيحاربوا كشف في قطع حاجه اقل من الكتلة الشرقية. فالروس دخلوا بطريقة في منتهى العنف من خمس جهات كده خلف ورقة بس، وكانوا يدوسوا الناس للشوارع بالدبابات بتاعتهم.
إننا من ضمن الناس اللي هم اتقبض عليهم رئيس التخصص بتاعهم بتاع فاكر كان اسمه لسه عايش لغايه النهارده هو في لندن وليه كتب لطيفه جدا اسمه حمزه مسلوم وتعرف عاد كتب عن الصلاه كده اسمه حمزه مسلوم فهو كان رئيس الصحفه فراح له واحد صحفي في السجن داخل منه حديث يعني عاوز يعمل ايه قال له بلغ اولادي اللي بره ان هم ما يحسدوش على الجماعه الروس اللي هم موجودين احسن بعدين يختاروا محبتهم للمسيح لكن وصيهم ان هم يحبوهم حسب وصيه المسيح اللي قال لنا احبوا اعدائنا. شوفوا رئيس الشخص الواعي وهو داخل الميه وهو داخل السجن ادى رساله اللي بعتها لاولاده بيتشجعها وبيثبتها على المسيح. على كل المؤلفات نرجع تاني كلام المسيح. هل انت يا رب يسوع لما كلمتنا قلت لنا مش هيحصل حاجه؟ ابدا. قلت انا رجع لكل 100 ميزان احمل صليب ايه والدعم. ومره ثانيه قلت لا تخاف من الذين ايه يحصلون الجسد. ومره ثانيه قلت سيسلمونكم في الجهنم ولاد من اجل اسمي. يبقى كله من اجل ايه؟ من اجل اسم المسيح. فالحكايه كلها سببها مين؟ سببها اسم المسيح. يعني تنسى السبب كله ان الراجل ده القسيس ده شايل اسم الايه؟ المسيح. هو اصلا ملوش دعوه بموضوع خالص. هو قالوا عايزين ناخد واحد يكون قريب قوي من المسيح يعني عليه شكل المسيح خالص. قالوا معلق صليب في صدره ولابس عنه كده بس. فراح البيت عليهم وبعدين المسيح يقول فيقول ذلك لكم ايه شهاده. ومره ثانيه في الانجيل الثاني يقول فيقول ذلك شهاده لهم. يعني هم يشوفوا ايماننا القوي فده بقى شهاده لهم وفي نفس الوقت ده شهاده ايه؟ ده شهاده. ربنا ينفعنا ببركه الاداء الستين بركة تشييع الليلة دي للقديس يوحنا المعمدان كل سنة وانتم طيبين.